بالنسبه ليا حنا مجتمع غير قارئ، راه قال كنقراو جوج دقائق في العام، هذه خصنا نرجعوها ديال الاولانيه عاد نشوفوا المدونه كي غادي نديروا لها. ولكن بغيت نقول حاجه مزيانه بالفعل، قالوا بعض الاخواني دخلوا مزيان سمعوا الراي والراي الاخر وداك الشيء، ولكن الراي والراي الاخر نحن نقول ما لا نفعل. راه ملي يطرح المشكل ديال الخادمات والمدونه ديال الاسره كتكلم على 18 عام، ناضوا المحافظين مشاو عند المجلس ديال العلماء الاعلى، عفاك الحمويدين كي غنديروا 16 عام، وناضوا التقدميين مشاو عند المجلس الوطني لحقوق الانسان، الله يرحم الوالدين كي غادي يديروا 16 عام. اذا حنا راه عندنا مشكل، حنا راه عندنا مشكل قبل ما يدير لينا شي واحد اخر مشكل ويستعبدنا ويخلينا شعب يعني تتصبط. يعني راه حنا عندنا مشكل اننا ما قريش ما بغيناش نفهمو، بغيناش نتحرروا حنا، حيت عندك واحد الجانب تحرر انت راسك بعدا. ولهذا انا بالنسبه ليا هاد الشيء ديال المصطلحات مزيان حتى هي ندققوا فيها. حنا كنتكلموا على المساواه، كنتكلموا على المساواه. العقيده واحد المساله التي لا تناقش، ما كيمكنش تناقش واحد كيفاش غتدخلوا في قلبه وتفهموا واش امن ولا ما امن. اذا حنا في مجتمع، المجتمعات اللي طورت كيف قلت لكم جينا من كذا حتى وصلنا لحقوق الانسان، هاد المجتمعات هادي كتدخل ان العقيده خاصه بالفرد، خاصها تمارس في الفضاء الخاص، حتى واحد ما يدخل فيه ونوجدوا ليه. اللي بغى يصومها الصيام موجود، اللي بغى يصليها الصلاه موجوده، اللي بغى يميديتيها لا ميديتاسيون، حتى ما عنده الحق يدخل فيها عقيدته وكيلقى فيها توازن. ولكن الانسان المواطن خاصه نحتكموا لدستور ديمقراطي وقوانين متساويه. علاش انت غادي تكون احسن مني ولا انا غادي نكون احسن منك؟ علاش؟ ربما انا قريت حيت جاتني ظروف ساهمات، وهذاك ما قراش لانه ما كانش الامكانيه وساكن في الجبل، الوالد ديالو ما قريش والمدرسه بعيده ب 70 كيلومتر، علاش غادي نتسيد مثلا؟ ولهذا انا بالنسبه لي المساواه بين المراه والرجل في جميع الحقوق وكذا. نهضروا على الكفاءات، الحقيقه التربيه ديال المراه مبنيه على الحشمه وداك الشيء، كتجعلها شحال مره كترجع للور وتخلي واحد مكلخ يدوز قدام، كتقول ما كاينش. هنا انا جيت لهنايا ما طلبوش مني باش نقدم المذكره ديال حزب الشباك الموحد، كل احترام جاوبت السيد المسير رئيس يعني هذا الجلسه على الاسئله اللي طرحها، هما الا كانوا جيت حنا عندنا مذكرات بطبيعه الحال بحال جميع الاحزاب التقدميه المحترمه عندها مذكرات اللي كتقدمها. وثانيا حنا انا جيت بنموذج ومثال، يعني هذا حزب واخا في مجتمع بتريكي وتكرفيس وكذا، اننا استطعنا نديروا معاه على راس حزب، هذا ماشي سهل يعني فوالا. ربما حتى النساء اللي عندنا حنايا، وانا ماشي الاولى فيهم، يعني انا جيت مسيره، هذوك اللي ساهموا في جمع مليون توقيع واللي خرجوا جريده 8 مارس واللي ساندوا الخطه واللي 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 واللي، راهم هما اللي عبدوا لي الطريق. ملي نجي انا شنو نعس ونجيب واحد الكلاخ نحطو قدامي نقول له لا انا ما نكونش، ملي قال لك كوني غنكون. كنت المده الاولى وخدمت لانه كنقول خصني درت انا واحد الحجيره في هذه اللبنه اللي بناوها النساء وبناوها الرجال تقدميين قبل. ملي دوزت المنظر الاولى قالت حيدي بالك يا اخي صافي دابا، قلت له ما غنحيدش، قال لهم كيعطيني جوج غنبقى جوج. وهذا هو اللي خصو يكون، هذا هو اللي خصو يكون. لا ماشي بانانيه او انني كنعتبر راسي احسن من الاخرين، ولكن لا، القيام بالمسؤوليه كيقتضي انك تسال. بالمناسبه انا اناشد الامهات والاباء الله يخليكم، حاولوا باش تعطيو لوليداتكم تربيه ديال المساواه وثقافه ديال المساواه، وانكم هذوك البنيات اللي كيخافوا دخلوهم يديروا لي زار مارسيو، يتعلموا يشوفوا العدو في عينيه ويعطوه ضربه الا كان غادي يعتدي عليهم. هذا الشيء مهم جدا، انا نفعني الله يرحم الوالد والوالده. ولكن كنا كنشوف انكم كنمشي في واحد الخطوه هنا كيبانوا لي شي ولاد جايين كنخلي لهم ذاك الخطوه وكنمشي انا بجهه اخرى. لا ملي بديت كنعمل الكاراتي وليت كنمشيت انا في ذاك الطريق اللي عجباني فيها الشميشه، حتى انا باغي الشميش واللي دوا معايا دبر راسو. ايوا هذه اذا مجتمع يتحرر من الخوف، مجتمع يعرف ما له وما عليه، يعني مواطنه عارفين الحقوق ديالنا والواجبات ديالنا، ولكن حنا خاصنا نساهموا ونزيدوا ونتقدموا. تلاحظوا بان النساء يعني كفؤات في كل المجالات، ما كاينش تجي المراه ونقول الكفاءه. بالنسبه للكفاءه مشينا كانوا لقاءات مع وزاره الداخليه قبل الانتخابات، قال لك يا راه شنو تقولوا انتم؟ قلنا مع المذكره ديالنا حنا الناس اللي غادي ترشح انتخابات محليه او جهويه، يعني جامعات ترابيه يكون عندهم بكالوريا، واللي غادي ترشحوا في البرلمان يكون عندهم ليسونس ولا ماستر ولا دكتوراه، وتكون الذمه ديالهم صافيه لان لو ديبلوم نو في با لوم. شحال واحد عنده ديبلوم تيسوى تبصله واحد ولا وحده بون باه، مي قلنا لهم يكونوا الذمه ديالهم صافيه وما تيتهربوش من الضرائب ولا عندهم شي شركه مخلصين لا سي ان اس اس على عباد الله،
قال لي هذا الشيء اللي كتقترحي علينا ماشي ديمقراطي، والاميه موجوده ما نقدروش نحبسوا الباب على الاميه. تبارك الله عليكم انتوما مسؤولين ومخلي الاميه فايضه علينا حتى توصل للبرلمان حتى تفوت البرلمان عليه. اذا بالنسبه لينا حنايا خصنا اننا نعلموا ولادنا وبناتنا. ملي كنرجع لهذا الشيء ديال زواج القاصرات، يعني ربما هذا الوقت اللي تعطى جديد كيقولوا بانه راه كاين في المدن، ودابا المدن راه كاين تريي في المدن. المدينه الدار البيضاء ساكن فيها 4 مليون انتراميروس و 3 مليون اكستراميروس، هذوك عايشين بيخ كو العوبي. على الاقل العوبي كيفيق من الخيمه ديالو كتبان له يسرح عينيه، هذا كيسرح كيلقى الدور العشوائيه وكيلقى الواد الحار في باب الدار الوسخ وكيلقى والو. اذا هادو هما اللي كيزوجوا، راه ماشي كيزوجوها في الاحياء الراقيه، لان مغرب التناقضات حتى مدننا مدن التناقضات هادشي كله عندنا. اذا انا بالنسبه ليا زواج القاصرات خص التجريب ديالي. هاد لي بيدوفيل المرض وداك الشيء بحال المثل اللي قال الاستاذ، وانا عجبني من الصحاح لانه هذا استعداد اش من استعداد، هذاك راه سيتا استاذ بيدوفيل خصو الحبس، شو استعداد؟ ممنوع هاد الشيء هذا، ما خصوش يتسمع ويتقال. اذا انا بالنسبه ليا هاد الشيء اللي خصو يكون. وكنشوف انه في فرنسا وفي دول اخرى كاين اطفال كيرفضوا الورد، تقول لك نو الوالد والوالده فليصدقوا فلوسكم، ديروا شي فونداسيون، عاونوا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، ديال شي حاجه. ماشي انا كسقاني الوالد عيان كنقول ما عرفتش عاد الدار غاطيح دابا ولا شنو، ما يمكنش. هذا الشيء راه ولا فيه المصاعب، ما بقينا يعني نظام ديال القيم نهار وتنفكروا في راسي راسي، وهذا الشيء راه برمجوه لينا حنا ما حسيناش باش يخرجوا الانسان المستهلك ماشي الانسان المواطن اللي كي هذا. ولهذا لماذا خاصنا واحد المراجعه الجذريه ديال قانون الاسره وكل ما يرتبط بها، لانه شفنا الاخرين اللي كانوا قال لك اسيدي بلاتي غادي نغيروا القانون الجنائي، لا مرحبا راه من 1957 ما تراجع، جاو قال جرائم الشرف اي يكون يسدوا الباب، قالوا احنا هذا الشيء راه غادي يكفسوا علينا، حنا كنا فيل وغنزيدوا نافيله واحده اخرى تاع هي حبسنا. ولكن هادو اللي جاو دابا واش هما تيقترحوا شي حاجه اللي هي في الصميم ديال القانون الجنائي اللي هو متحضر؟ اول حاجه حيدوا بعض المشاريع القوانين كانت محطوطه ديال الملكيه الخاصه وديال الاثراء غير المشروع، حيد هادشي كله. اذا حنا تنشرعوا الفساد وهادشي خصو مراقبه شعبيه اللي تكون قويه. اذا حنا محتاجين نرجعوا ومحتاجين واحد الثوره ثقافيه تنويريه بحال هاد الفضاء، واخا يحضروا له دابا 50 ولا 60 راه متابع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس.